الو، اتفضل. الو، ايوه حضرتك، شيعي اصيل ولا شيعي وهابي؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل، يبقى شيعي وهابي. مش طبيعية، لا مش جاية لا لا طبيعية. لا 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 لا، مش جاية طبيعية. دقيقة دقيقة، خلي نتفهم. طيب اتفضل. بما انه اكو رواية البارحة ذكرت مال سيدة نرجس. يا عم سيبك من نرجس دلوقتي، احنا عندنا دلوقتي قرآن صامت، وعندنا أهل البيت قرآن الناطق. فروح تاخد روايات أهل البيت، قالوا لي لأ ترجعها للقرآن الصامت تاني. رحت عشان القرآن الصامت، قريت روايات إن القرآن ده صامت، فرحت لأهل البيت القرآن الناطق، فقالوا لي ده رجع الناطق للصامت، فرجعت الصامت للناطق، والناطق للصامت، والصامت ناطق، ناطق صامت، صامت صامت، يعني هي كده وخلاص. هاي دائرة مفرغة، ماكو ما عندي مشكلة، بس انت حطها براس المعمم. انت مو عندكم معممين، خلاص. يعني احطها براس المعمم، يعني احطها في راس معمم، يعني هو ده منهجكم، ان انت تحطها في راس معمم ومالكش دعوه باي حاجه خلاص وخلاص. خلاص، هاي هو طب على طب ليش انصحني احطها في راس بعد انه معمم، الزحف يعني زحف انصحني احطها في راس انه معمم. الزحف الزحف على كربلاء، هو بلاش يعني الزحف على الإمام انت شكلك شيعي وهابي. يا مولانا. لا لا يا عم، انت بتضحك علي، انت بتضحك علي، شكلك شيعي وهابي.